بالانتخابات المقبلة ستقف في دعم الحلبوسي أنت وعشارك؟ احنا ندعم المرشحين أيهما أفضل عند أبناء العشائر في محافظة الأنبار، كل عشيرة تختار لها مرشح من القائمة الموجودة اللي قدمت شيء للأنبار. هسه ماكو قائمة نازلة من السماء بيها مشاكل، بيها ممكن فساد، بيها كل شيء، ما لا حد يسوي لنا إياهم بيها، ولكن من القائمة اللي أقرب لتنفيذ طموحاتها للأنبار؟ من هي؟ من اللي قدمت؟ من اللي بنت الأنبار؟ يعني أنا أقول لك يا بالله عليك، أنت لو طب الرمادي، أنا شفت الرمادي؟ شوفها. الرمادي مو هاي الرمادي كنا نعرفها، هاي واحدة من الأمور اللي خلتني أخاف وما أريد يعني أتصادم ويا الجماعة، أخاف على أهلي، مو أخاف من أحد الحمد لله. بس بالنتيجة يا خال عزيز شو نريد؟ احنا نريد شخصيات سياسية تقود صح. احنا مو سياسيين، أنا ممكن ترى تمالخ الذابح ويا أي جهة حكومية سياسية، بس غير السياسي يتحمل يعرف يراوسها للأمور. لذلك نشوف نريد نشوف من راح ينزل في المحافظة غير تقدم. زين. من الشخصيات اللي ما دحش عفوا المرشحين اللي عندها قوائم وتدعي يعني القيادة أو المسؤولية في المحافظة، ذي الساعة نقيم من؟ البعض تدري كل ما تتقرب الانتخابات أو بكل أزمة الولد يفترون على الكبار والوجهاء والأمراء وشيوخ العشائر وجنطهم وياهم. أجوك؟ لا جنطة ما يجون من الجنطة أهلي. ما يجون يروحون على يعني مع عاجل الاحترام يمكن، أنا ما أقول لك أكيد، بس بعض يعني الجهات تحتاج أن يوفروا لها المال. أنا أعتقد مو كلها، لأن المال ينطي للمرشح وهو يقوم بدوره مع ربعه صدقا لمؤتمرات لغيره، وأكو قسم لا والله أكو قسم يأخذون صدقا.